السلام عليكم، وياكم جان البلوشي من استديو جان كليك. اليوم راح نشرح طريقة تصوير المنتجات، يعني اللي يسمونه برودكت فوتوغرافي. راح نعلمكم شلون نصور صور احترافية مثل ذي اللي قاعد تشوفونه في الشاشة او مثل ذي. فحد تصوير ذي نحتاج معدات رخيصة، معدات عادية مثل بيديدش، سوفت بوكس، امبريلا، خيمة. اتغشمر وياكم، ما نحتاج منذلين ولا شيء، بس نحتاج تليفون ابو ليت، يعني مو شرط نوت، حتى تليفون نوكيا اللي 1100 ابو ليت تقدرون تستعملونه. نحتاج ورقة بيضة له الوسيلة وبس. نفس ما قلت لكم نحتاج وسيلة، نخلي البرودكت او المنتج اللي راح نصوره، مثلا عندنا كاميرا الفيديو لما نصور كدعاية في كانون، راح نخلي في النص ان نحاول ان نبرز الاسم كانون قدام كدعاية. اوكي، هاي الستيج مالنا بدون على الراس بدون اي شيء اضافي. اولا الليفل نحاول نخلي اعلى من البرودكت بشوي، ويعتمد على نوع البرودكت. الفتحة العدسة، قصدي فتحة العدسة، خلي أوس أضيق شيء اللي هو 20 أو 22، عشان شنو؟ عشان نحصل الفوكس على كل منتج، ما نحصل في نقطة واحدة، نحصل بس حنقول تعال دش 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 داخل. زين خلي زين، والشتر نحاول نخلي الشتر بطيء تقريبا 15 ثانية أو 20 ثانية أو 30 ثانية. فهني كسبيل المثال خلينا نجرب تجربة أولى بنسوي 15 ثانية، والفوكس يقطون أوتو، والاستبلايزر أوف. نزل في برنامج الفلاش، عندنا الفلاش الحين نتصور هاي الطريقة، من فوق على الخلفية، من تحت قدام. نفتح لايت روم 4، بنسحب الصورة اللي صورناها، نسوي امبورت هاي حق المعالجة. نروح على الديفلوب، خذ لايبراري ديفلوب، كليك ديفلوب. الحين وقت التصوير احنا ما حطينا في بالنا الوايت بالانس، فقاعد تشوف ان الصورة بلا وايت بالانس، فنروح على التمبريتشر اللي هو الكلر تمبريتشر، بنقص عليه شوي ما نشوف انه مناسبة. زين بني اكسبوجر نقص على شيء خفيف، الكونتراست نزيد عليه تقريبا بلس 35 او 30. الهايلايت احنا نزيد عليه لان احنا نحتاج خلفية بيضة، فبنزيد الهايلايت. الشادو نخفف عليه شيء خفيف. الوايت يعني ابيض، احنا نحتاج بيور وايت اللي هو الابيض، فبنزيد عليه. البلاك ننقص عليه لان عندنا الكاميرا سوداء، فانا بنطلعه. زين بني الكلاريتي، نحاول ان ما نزيد الكلاريتي لان ما نبي اي افكت اضافي في الصوره. بني تحت الهايلايت نزيد عليه شوي. الحين الصوره تقريبا اوكي، بس عندنا مشكله واحده بس، الاضاءه الصفراء اللي صايره هنا او الاضاءه البرتقاليه، هاي كلها من الاضاءه الخلفيه اللي كانت موجوده في الاستديو. فنروح نختار على اللون البرتقالي، ونروح على ساتوريشن ننقص عليه، اختفى عندنا بس لون البرتقالي. وشيء ثاني اذا تبون زيدون او تبون تراون اللون الاحمر اللي هو الخط اللي يميز الكانون على الكاميرات الثانيه، فاحنا بني نختار على الاحمر، نحاول ان نطلعه. إذا تبون كروبينج تقدرون تسمونه، إذا ما تبون على راحتكم كروبينج، إنتر. في شيء نقطة معينة أو نقطة إضافية أقدر أقول إنه مثل الشاربنس، إذا تبون تزيدون الشاربنينج تروحون على الشاربنينج تول، تزيدون عليه شوي، مو مرة واحدة 100,000 تسوونه، لا شيء خفيف. عندنا الصورة بارزة، وتشوفون الفرق بين الأصلية وبعد المعالجة. الحين نسوي العكس، نسوي خلفية سوداء،
إذا بتلاحظون في بعض الصور نفس ذي أو نفس ذي، راح نصور مثل هالصور بس بمعداتنا اللي هو المعدات الرخيصة الأشياء العادية. مثلا خلق أسود، راح نخلي الخلق على الكرسي، الكرسيين اوكي، حق الرفلكشن او الانعكاس راح نستعمل زجاج اوكي، خلي تحت نيب كمان ثم خلينا الابرتشر 18، شتر تقريبا 13، الايزو يا 100 يا اقل من 100 اللي هو اللو يعتبر 50 طبعا. نفس الشيء التايمر، بس هالمره نحاول ما نجيب الاضاءه على الخلفيه بس من طرف واحد، من جهه واحده، عشان كانه اضاءه واحده من على بورد. اوكي احنا عندنا الصوره اللي هو الخلفيه سوداء في اللايبراري، نختار على ديفلوب، بني نفس الشيء بني على الوايت بالانس، نغير التمبريتشر شويه، غيرنا التمبريتشر، بني على الاكسبوجر، نحاول نشوف الفرق، نقص اوكي نقصناها اوكي، الكونتراست نحاول نزيده شوي، الهايلايت نقدر نزيده عشان يطلع لنا الاحرف المكتوبه الكلمات او فوق الاضاءه، الشادو نحاول نقص عليه نشوف الفرق، خلها في النص، الوايت مزيد على شيء خفيف، البلاك ننقص عليه لان احنا عندنا خلفية سوداء فننقص على البلاك. شفت شلون؟ شوف الفرق. اوكي نقصنا على البلاك. نقدر نزيد على الكلاريتي بشيء خفيف، الفايبرنس ما نجيسه. بني تحت نشوف الهايلايت بعدهم ما نجيسه. اوكي نفس المشكلة، قاعد تشوفون ليت اصفر او برتقالي طالع هني، نروح نختار على اللون البرتقالي ونخفف عليه، حتى تقدرون تناقصون لون الازرق كأنه صاير من فوق، تختارون على اللون الازرق شلون زين، والاحمر نحاول نبرز اكثر زين. الحين يعني عندنا على الاطراف نبي اغمج اكثر، فبنروح على الاماونت ننقص عليه زين. الحين عندنا الكروبينج، بنسوي كروبينج شيء بسيط من تحت، تخرب عندنا الصورة برضه، تشوف الفرق بين الاصلية وعقب التعديل. عندنا بعد شيء حلو في الـ في الكروبينج، مثلا نبي بس على طرف صورة من جزء من الكاميرا، مثلا اذا نسوي كروب كذي صورة دعايات، اكثر شيء قاعد تشوفون تكتبون كلمة كانون هني. ان شاء الله استفدتوا، اي استفسار تقدرون تراسلوني على الايميل john@johnclick.com او على الفيسبوك جون كليك او جون البلوشي او انستغرام او يوتيوب او اي مكان، رقم تلفوني موجود واي وقت حاضرين لكم، بالتوفيق للجميع ان شاء الله.